تعال نروح بقى هنا للداخل المصري مرة تانية، لأن هناك أزمة كبيرة بتحصل في العالم أنا أظنها إنها أهم وأكبر بكتير من الأزمة اللي بتحصل، أزمات الحروب، مش بس الأزمة الأوكرانية، أي أزمة حروب، هي فكرة الجائحة الكبرى التي ضربت هذا الكوكب في 2020 و2021 ومستمرة معانا لحد دلوقتي، اللي هي كارثة الكورونا. خد بالك، أنا مش عايزك تنشغل بالحرب الأوكرانية فتنسى نفسك، لأ، احمي نفسك. وبالمناسبة ده الهاشتاج اللي موجود على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي في كل مكان، احمي نفسك، ما تخليش الحرب تنسيك التطعيم، ما تخليش انشغالك بالقنوات الإخبارية ينسيك التطعيم، وبرضه ما تخليش انه متابعتك لبرنامج التاسعة تنسيك التطعيم، وعليه احنا نشجعك اكتر على انك تحمي نفسك. ادخل على الهاشتاج بالمناسبة اللي هو احمي نفسك، وقعد شوف اللي بيتقال، هتلاقيه على صفحة مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية. مصر عملت كل شيء ممكن، خد بالك، كل شيء ممكن عشان يتم توفير اللقاحات للمواطنين وبالمجان. كل شيء ممكن بدأ من أنه مصر حصلت على بعض اللقاحات المجانية في الأول خالص، وبالمناسبة حصلت عليها كواحدة من أوائل الدول اللي قدرت تحصل لمواطنيها على لقاحات. وبعدين مصر اشتغلت بمنتهى السرعة على أنها تشتري لقاحات على حساب الدولة، على أنه يتم توزيعها على المواطنين مجانا، أو تلقيح المواطنين مجانا دون أي قيد ولا شرط ولا رسوم على الإطلاق. كويس خالص. وبعدين مصر اشتغلت على إنها تعمل إيه كمان؟ تصنع اللقاح في مصر. ومصر دلوقتي شغالة في الخطوة الرابعة، وهي صاحبة الأهمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لواحد زي حالاتي. إيه هي يا يوسف؟ أقول لك إن مصر مش بقى بدأت تصنع، ما احنا بدأنا تصنيع اللقاحات عندنا اللي هو عن طريق شركة فاكسيرا، لأ، مصر بدأت تشتغل على أبحاث اللقاح المصري، واللي بات قاب قوسين أو أدنى من أنه يظهر للنور بعد ما يتم تجربته ويتم نشر أبحاثه في كبريات المجلات العلمية المعنية بهذا الشأن. مصر عملت كل حاجة علشان تسرع وتيرة وصول اللقاح للمواطن، فعملت إيه؟ اللقاح أصبح متوافر في كل المستشفيات، بس كده؟ لا، ده احنا كمان هنخليه متوافر في أماكن للتلقيح اللي هي وحدات متنقلة، تلاقيها موجودة في المولات، وتلاقيها موجودة في الميادين، وتلاقيها موجودة في الشوارع، ده احنا كمان هنعمل مكاتب للتلقيح، عملنا ده، عملنا بقى أماكن كمان لتلقيح المواطنين بالأمصال واللقاحات الخاصة بكورونا موجودة في المترو، وفي السكة الحديد، ولكبار السن هوديها لك لحد البيت، ولو مش كبير السن ولكن لديك شيء ما مرض شديد يحول دون تحركك من منزلك، ما عندناش مشكلة، هنبعت لك اللقاح لحد باب سيادتك، تحت أمرك. المواطن المصري كلامه أوامر، ده اللي عملته مصر. في هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات. أنا عايزك تتفرج على التقرير ده لسبب مهم، مش بس علشان يعلو ويسمو معدل وعيك بضرورة إنك ما تفوتش اللقاحات، ولو كان عندك جرعة تنشيطية يبقى أو الجرعة المعززة لازم تاخدها وما إلى ذلك. هي المسألة بالنسبة لي هذا التقرير وهذا الفيديو مهم عشان تعرف بلدك تعبت قد إيه علشانك. هو تعبك دايما راحة وكلامك دايما أوامر، بس عشان محدش يجي يقولك وهو مصر عملت لنا إيه. فاصل نشوف التقرير وبعدين فاصل ونكمل الكلام. بعد عامين من تفشي جائحة كورونا وظهور اللقاحات والأمصال ذات الفاعلية والأمان، استطاعت الدولة المصرية أن تمضي في خطة شاملة لتحصين مواطنيها باللقاحات والعمل على تصنيعها لضمان توفرها. كان هناك اتجاهات قوية جدا من الدولة المصرية وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس والقيادة السياسية لتوفير اللقاحات، وده تحركنا فيه على محورين: محور التعاقد على مع الشركات المصنعة، بيبقى التركيز على الفئات الأكثر تأثرا. الفئات الأكثر تأثرا هم أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الصحية لأنها الأكثر تعرضا للمرض.
كان من أهم أولوياتنا كمستشفى إن إحنا نبدأ كفريق طبي تمريض وكل العاملين الإداريين إن إحنا نبدأ ناخد اللقاح، لأن دوت كان هيبقى بالنسبة لنا خط دفاع ومناعة أولى. أنا بشتغل كلينيكال مايكروبيولوجي، يعني ده يعتبر في تخصصي، وأنا متابعة الفاكسينز كل واحد من ساعة اختراعه. لقيت أن معظم الفاكسينز لها هامش أمان كبير جدا، وأن مفيش أذى متوقع منها. الوصول للفئات المستهدفة اتخذ كذا طريقة وكذا فكر. الفكر الأولاني هو توفير أماكن ثابتة للتلقيح، ثم انتقلنا لمرحلة بعد كده مرتبطة بتوفير أماكن للقاحات في أماكن التجمعات في المولات. انتقلنا مش بس للمولات، انتقلنا كمان لمحطات المترو في القاهرة ومحطات القطار سواء في القاهرة أو في أسيوط أو في الإسكندرية. مركز تطعيم محطة مصر هنا من الأماكن والنقاط اللي احنا نعتبر فزنا بيها، في كونتاكت مباشر مع الشعب المصري ومع الجماهير، وفي نفس الوقت جرعة واحدة بس بنقدر ندي المناعة كاملة لناس مسافرين يعني غير مقيمين مش هيقدروا يرجعوا ياخدوا الجرعة التانية. عرفت ان في تطعيم هنا هوت في محطة مصر، فجاي عشان اخد التطعيم وقاية عشان انا عندي ضغط، وجيت لقيت الحمد لله يعني التطعيم متوفر وكل حاجة الحمد لله. كنت قلقان طبعا ان انا اسجل بسبب الشائعات اللي كانت بتحصل والأعراض بتاعت اللي خدوا المصل وكده، بس بصراحة لما لقيت ناس كتير جربت وخدت المصل فاطمنت شوية. التحور الأخير للفيروس أثبتت التجارب الإكلينيكية أن الجرعة التعزيزية تقلل من معدلات الوفاة بشكل كبير، تقلل من معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات، وبالتالي من المهم أن الناس تحرص على تلقي الجرعة التعزيزية. الضابط الوحيد اللي احنا بنتكلم عليه هو أنك تكون أكملت التلقيح ومرور فترة زمنية. احنا في مصر وزارة الصحة المصرية متبنية الفترة 6 أشهر. الرسالة جات لي وكانت المكان على المصل اللقاح، ورحت المصل اللقاح. بصراحة متعاونين جدا، النظام جوه كويس جدا، ما خدناش وقت كبير. طبعا انصح الناس كلها ان هي تنزل تاخده وتهتم بالموضوع. Today I'm delighted to announce the first 6 African countries that will receive technology from the hub to produce their own mRNA vaccines: Egypt, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa, and Tunisia. المحور الثاني وده كان في منتهى الأهمية هو تصنيع اللقاح في مصر من خلال مصانع فاكسيرا. طبعا شركة فاكسيرا هي الشركة الوحيدة في جمهورية مصر العربية ومن أعرف وأقدم الشركات لإنتاج الأمصال واللقاحات. إحنا هنا في المصنع اللي بينتج لقاح الكوفيد ابتديناها بالتفاوض مع الشركة الصينية الناقلة لتكنولوجيا التصنيع إلى مرحلة التصنيع الكامل حاليا، ونزول المستحضر إلى الأسواق، وإن ابتدى يطعم به المواطنين داخل مراكز التطعيمات. إحنا عندنا طاقة إنتاجية في المصنع هنا في العجوزة، فإحنا بننتج يوميا حوالي 320 ألف جرعة يوميا. الرؤية المستقبلية إن مصر تكون واحد من أحد المراكز مش بس لتغطية السوق المصري، لكن إحنا بنسعى لتغطية القارة الأفريقية من المستحضرات. ثبتت مأمونية اللقاح للحامل والمرضع، بل على العكس كمان ثبت أهمية اللقاح للحامل، لأنه في الأشهر الأخيرة من الحمل المرأة بتبقى الجهاز المناعي عندها أكثر ضعفا، وبالتالي بتبقى أكثر عرضة للإصابة. الأطفال المرحلة العمرية من 12 سنة هي المرحلة اللي بدأنا فعلا توفير اللقاح لها بعد أن ثبتت أيضا مأمونيته. أنا سجلت على الموقع وبعد كده بعتولي على هنا، جيت أخذت المصل الجرعة الأولى والمرة ده الجرعة الثانية، والحمد لله كنت كويسة ونزلت شغلي عادي وحسيتش بأي حاجة. قدمت على الموقع الإلكتروني، كان التقديم سهل وكل حاجة، جات لي يوميها الفجر ان انا اجي اكاديمية الفنون هنا. جيت وقفت بره طابور لحد ما دخلت هنا واخدت رقم اهوت ومستني دور. هيئة الدواء المصرية وافقت على عقار المولنا برافير، وهو عقار فموي يؤخذ للبالغين في بداية المرض لتقليل، وهو مضاد للفيروس، لتقليل شدة المرضى او الاحتياج لدخول المستشفيات. ولا زالت خطة الدولة المصرية مستمرة باستراتيجيات وآليات للوصول للعدد المستهدف تلقيحه من عموم الشعب المصري كافة، وفق آليات وضوابط أقرتها منظمة الصحة العالمية.